يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال ايه يسرق؟ قال له يزني المؤمن؟ قال له يزني، ما دام وضع له عقوبه يبقى يزني بانها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبه، جريمه وضع لها عقوبه، يبقى يزني بانها تحصل. قال له أيتزب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب اذا الكذب اشد من ايه؟ من السرقه ومن ايه؟ من الزني، لان المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي. تابد ازاي؟ طب حد الكذب ايه؟ طب يعمل حد للسرقة ويعمل حد للايه؟ للزني. والكذب اللي هو اشد من الكذب والزني ما يعملوش حد. ام قال لك لان عمل الحد اذن بانه يمكن يحدث، ولكن المؤمن كله يكذب دي ما يصحش تحدث، ولذلك مش حوض على احد.